بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الأخلاق سياج أمن وأمان لمجتمع المسلمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن الأخلاق سياج أمن للمجتمع، والأمن الأخلاقي من أولى أولويات المجتمعات المعاصرة، ذلك لأن التنشئة على الخلق والفضيلة يحفظ أعمدة البناء متماسكة سليمة قوية. ومن هنا عني الكثير والكثير من المفكرين والفلاسفة بأمر الأخلاق باعتبارها حصن شامخ يحفظ كل ألوان التقدم والرقي في المجتمعات. وفلسفة الحياة مهما جدد الإنسان فيها العطاء والأخذ والتميز في عالم الأدب أو الصناعة أو غيرها من منجزات هذه الحياة، فلن يحفظ ببنيانها ملامح الحياة الآمنة المطمئنة إلا إذا أحاطها بشعل الأخلاق والتربية الفاضلة التي تحافظ على المنجزات وتدفع بالإنسان إلى عجلة التقدم والنماء. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على جيل الشباب ليعلمهم مع العقيدة الصافية والعبادة، يعلمهم أساس التعامل مع الناس. ولذلك خاطبه ربه سبحانه وتعالى بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعطي بذلك القرآن وصفا دقيقا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. إن التعامل الخلقي بين الناس خصلة تزرع المحبة وتدفع بالناس إلى التعاون والعطاء المجتمعي المشترك في كل جوانب الحياة. الأخلاق تحتاج إلى وقفات كبيرة وجدية، وذلك عند أهل التربية. فعندما نربي في مؤسساتنا وفي بيوتنا وفي أنديتنا، فإننا يجب أن نقف وقفات ووقفات مع عالم الأخلاق والقيم والمثل الإيمانية التي جاء بها الإسلام، لأننا لو تميزنا وأبدعنا في كثير من جوانب الحياة مع هذه النشاطات، فإنها بخطأ أخلاقي واحد ربما تنهار كل تلك المنجزات. الأمن الأخلاقي مطلب عظيم من مطالب الحياة الإنسانية. وفي عالمنا المعاصر، في عالم القرية الواحدة، نرى أن شباب المجتمع يتأثرون في عالم القرية الواحدة بثقافات متعددة، فلا يمكن أن نحجب كل ما يأتي إلى أبنائنا وشبابنا، ولكن علينا أن نقيم جدار الحصانة الواقي الذي يحفظ لهم نورهم الإيماني
ويحفظ لهم رشدهم الأخلاقي، ويحفظ لهم فكرهم الإسلامي، ويحفظ لهم احترامهم وأدبهم. إن أخلاق المسلم مع هذا الكون ليست مجرد شقشقة باللسان، إنما هي مع كل أجزاء هذا الكون احتراما وتقديرا. فمسيرة الإنسان مع الكون مسيرة انتظام وإبداع مشترك وتعاون في كل ميدان يحل فيه الإنسان. أخلاق شباب الإسلام هي ترجمة صادقة لمعنى قيم العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك فلن تجده مع الطبيعة إلا محترما ومقدرا ومتعاونا في كل ما يحافظ عليها ويساند مسيرة الإنسان فيها، فلا عبث ولا تخريب ولا تضييع لأمن هذه الطبيعة. فالأمن الأخلاقي يحفظ عقليته من أن تطيش أو تزيغ إجراما في حق هذه الطبيعة، وعقليته أيضا بذلك تحترم نسيج المجتمع ليتفاعل معه بكل حب وتقدير واحترام. فإذا خرج في جو المجتمع نجده متفاعلا إيجابيا مع كل ما يسعد المجتمع، ومع كل ما يطور سلوك المجتمع، ومع كل ما يبني أمجاد المجتمع. وإذا تفاعل أيضا في ميدان العطاء والإنجاز نجده يقدم الخلق والفضيلة والاحترام. فإذا خرج بعد ذلك إلى أجواء هذا العالم الرحبة نجده رسالة أمن أخلاقي عظيم. ولذلك قيم الأخلاق وأمن الأخلاق كانت في الجاهلية بقيم مادية ولكنها موجودة. عندما يقول عنتر وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، فإنه بذلك يزرع قيمة أخلاقية كبرى في مجتمعهم تجسد لونا من ألوان الأمن الأخلاقي في مجتمع الجاهلية. واليوم عندما ينطلق الشاب من مجتمعه حاملا لواء الأمن الأخلاقي فإنه بذلك يعطي العالم بأسره صورة حية عن تفاعل الإنسان المؤمن بالأمن الأخلاقي في أي بقعة يكون فيها. فليس تطبيق الأخلاق في ميدان دون آخر، ليس هو تشدق للمدح والثناء في أجواء الأسرة، بينما إذا خرج إلى شوارع المدينة انطلق بكل غرور وكبر وخيلاء ليحطم بذلك مسيرة الأخلاق بكلمة نابية أو عبث مستطير بمنجزات الوطن. إن الأمن الأخلاقي رسالة تربوية يجب أن يجسدها المعلم واقعا حيا مع طلابه ليراها أبناؤنا ماثلة في شخصية القدوة والمثل أمامهم. فإذا نهلوا من مدرسة الأخلاق والتربية الفاضلة فإنهم بذلك يستقون من منبع فاضل يعلم ويطبق يعطي عطاء من لا يغير أو يبدل ما يقول. فعلينا أن نتعاون من أجل أمن أخلاقي تنبض به قلوبنا
في كل ميدان من ميادين وطننا الغالي. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.